بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متابعين الله يخليك متابعينا الكرام متابعين أسواق بلدنا. هناخد فيديو جديد عن فيديو عن أسعار البقر العجر والوالد من داخل سوق أبوير الخميس 1/6/2023. ما شاء الله هنا في بقرة معانا مع المعلم صاحبنا على طول ده بصور معاه رامي الخناصر الجديد بقرة رامي الخناصر الجديد رامي الخلاص بيورينا السن المعلم ثالث ولده اللي ببطنه هذا ثالث ولده رامي الخناصر عجر 6 شهور وما جاء في السابع ب50,000 الاسبوع الفات فلوسه 42,000 جنيه بالصلاة على الحبيب الله اكبر يا عم وش من ورقه صور دراتها اوريهم الدير سلام على النبي ايوه الدير حط رقم تليفون 011-27-9698 ما شاء الله حياك يا معلم رقم المعلم موجود في الفيديو الله يرزق الجميع السلام عليكم عرف كيف معكم الصلاة على النبي النهارده؟ عليك دي 10/8 شهور 10 قد ايه دي؟ انت؟ 8 10/8 ها؟ 10/8 والسن؟ السن كسر الجوز والفلوس 48 ما شاء الله واللي عم يشتغل لك صورة بقرة سادة على الأول كسرة سنة أخوانا مع الفرادي يا عمه بقرة مع الفرادي الصلاة على المعلم ورينا السن عجر 8 بالصلاة على النبي فلوسها كم عمنا فلوسها 48,000 جنيه الله يرزق الجميع بالصلاة على النبي الله يرزق الجميع والله فلوسها 43 ما شاء الله حط رقم تليفونك هنا 011 49 47 89 5 86 اسمك كريم كعبو المعلم كعبو يا اخواننا مع البقره دي بالصلاه على النبي اهي اللي عايز يتواصل بيه الله يرزقك يا معلم كعبو الله يبارك لك يا عم انتم منورين انا الله يبارك قام يا عمده السلام عليكم الله حبيبي ايوه دي يوم الثلاث كانت 41.70 خلينا احنا بالسوق ده النهارده ب 37 37 والعج عجر 8 بقره عيله عم يرقصها عيله عم يرقصها اه عيله بيرقص ايوه اقول لك دلوقتي ماشي حدود بقره عشر نقول تاني نرجع لها تاني يا شيخ معلش كرت قدام بقره عشر 8 شهور سادة على الاول فلوسها كم؟ 37,000 جنيه يا اخواننا يوم الثلاث كانت 41.700 يوم الثلاث كانت 41 المعلم بيقول النهارده 37 الله يعود يا معلم الصلاة على النبي الله يرزقك ان شاء الله شوف البقرتين الخشبين دول بالصلاة على النبي الله اكبر بقر البلدي ده يا اخواننا الجنس السلام عليكم عمده ازيك يا حبيبي كام يا خالدي دي مش صورناها بعد ايوه صورناها صح؟ اه اي والله ما انا بس. ما شاء الله دي ما بسبع الوان دي لا ده مال الصنف لازم يشوفه على جميع الاتجاهات لازم تطيبه ده خالد لازم تشوفه على جميع اتجاهات البهيمة تصور زكريا حياك الله حياك الصنف تشوفه على جميع اتجاه حياك الله شوفه من هنا جنبه من هنا شكل لازم اكيد يا راي صاحبه من اللي زين يا راي الله يبارك لك السلام عليكم يا عم زكر السلام عليكم ليه يا زلمة ما ولا بشوف نفسي في التلفزيون ليه والله الا تشوف نفسك الراجل ده بيعرف شايف نفسه شوف نفسك زكريا الكرك كم يا عم زكريا ده؟ كم دي وليه؟ دي 45 دي 45 ليه شغل كم والله عاد عم اشتريها طب قول لي العشر كام؟ 7 والثاني 10/7 10/7 والسن؟ السن كسر جوز دي كسر جوز؟ دكة جوز 10 كرك ودي كام دي؟ خلينا في دي اللي فوشنا الاول بعد قلت لك 45 10/7 بقرة البسن ايه؟ سادة على الأول بقرة سادة على الأول عجر 5 7 عجر 7 زي ما أنتم شايفين بقرة خشنة بسم الله ما شاء الله سادة على الأول عجر 7 فلوسها 45,000 جنيه والثاني اللي هناك دي عم زكريا عجر 7 برضه عجر 7 كاسر جوز واحد كاسر جوز واحد أيوة الفلوس 43